عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. أبو هريرة زي خويلي بيت أغيريتو لبيغمبرو درودي خويلي بيت فرميتي سيجورا كسحن خوالا روجي دوائي داقسان لغل ناكات ولتاوان باكيان ناكاتوا وسيريشان ناكات سزايكي زور سختو بر آزاريشان بوهيا كأمانا. يكم بيريكي داوين بيس زيناكر. دوم فرمان راو كار بدستي دروزن. سيهم هجاري خوبا غورزان ولدبرز.